التعب الاسابيع دي والشهور دي راحه راحه عشان حد مستهتر، حد مش عارف يعني ايه الدنيا، حد مش عارف يعني ايه وست تظبط نفسها على انها هتموت عنده، هتتجفن هتتجفن من نفس المكان اللي هو هيتجفن فيه. التعب صعب قوي، صعب اللي انا فيه. الالبوم بس هينزل سينجلز عشان بقت موضه قديمه بقى موضوع ان الواحد ينزل البوم مره واحده، وفي سينما وفي تلفزيون في ان شاء الله كذا حاجه. انا واخده ان انا يعني اتغذى وراثه من عن ابويا، لما بحس اني شويه عندي شويه اكتئاب بشيل شعري. المرة دي كان صعب شوية، كان يعني كان قاسي الموضوع، فعلى قده شلت شعري، يعني على قد اللي حدث خفيته. أنا كده يلا باي للضعف، يلا باي للدموع، يلا باي للكسل، يلا باي شوية للحب. شوية والله يعني مش عارفة لو ربنا كاتبها لنا، والله يعني مش عارفة لو ربنا كاتبها لنا. عايزه اقول له انت انسان كويس جدا ومعدنك كويس جدا، يا ريت تشتغل على نفسك. انت معدنك نظيف، معدنك كويس جدا، حد متربي عنده حاجات حلوه كتير، فحرام حرام تتبذل. ان الراجل يفضل راجل حتى لو بيكسب في الشهر 10 جنيه، والست تفضل ست حتى لو بتكسب في الشهر 2 مليون جنيه. انا الست دي لو جوزي بيشتغل سواق تاكسي وصاب لي 10 جنيه وقال لي دي مقدرتي يا بنت الحلال، هقول له على راسي وابوس جزمته واحطها فوق دماغي كمان. انا بقول لاي انسان في الدنيا ما يعتمدش على الاخر، يعتمد على نفسه فقط. انا حسيت ان فعلا مفيش حد يهرش لي ظهري غير صوابع ايدي. انا دي معجزه ممكن تحصل من ربنا من رب العالمين، لان اللي انا فيه دلوقتي ده ليه ثمن كبير وكان لازم يدفع والدفع. لان اللي انا فيه دلوقتي ده ليه ثمن كبير وكان لازم يدفع والدفع. خلاص كمان كل تعب الاسابيع دي والشهور دي راح عشان حد مستهتر، حد مش عارف يعني ايه الدنيا، حد مش عارف يعني ايه وست تظبط نفسها على انها هتموت عنده، هتتجفن من نفس المكان اللي هو هيتجفن فيه. صعب قوي، صعب اللي انا فيه.